هذا اللي حكينا عليه انه اخذته انا سكشن الساعة 2 سبان. خلينا نقول لو كان هذا السبان سنتر في سنتر من هون، خلينا نقول لو كان 9 متر، اي هذا لو كان 9 متر الفضاء الاخر مهما كان 5 متر 7 متر 6 متر ايش قد ما كان ما ندخل. نجي ناخذ على كل طابق ايش عندي احمال، فراح يكون عندي ايش احمال، عندي نوعين من الاحمال. الديد لود المعطى عندك بالجدول لكل مجموعه عند ديد لود وعند لايف لود، بس لازم ايش نحسب، نحسب السيلف ويت. فنحسب السيلف ويت لواحد متر حتى نطلعها بالوحده ايش، بوحده كيلوغرام كيلو نيوتن بير متر سكوير، حتى نطلعها بوحده كيلو نيوتن بير متر سكوير. وذاك الوقت يلا نضيف ايش نعمل نستعملها. ليش؟ لان ذاك الوقت ممكن اضيفه انا على الديد لود واللايف لود الموجوده هون، يعني وحدات الديد لود واللايف لود. خلينا نقول لو كانت الديد لود، لو كان الديد لود عندي معطى عندي مثلا خلينا نقول 2.8 كيلو نيوتن بير متر سكوير، واللايف لود كان مثلا خلينا نقول 5 كيلو نيوتن بير متر سكوير. شوف الوحده مالتها ايش متر سكوير، فلازم انا اطلع الوزن، لازم شلون يكون وحدته، يكون وحدته كيلو نيوتن بير متر سكوير. يعني مثلا لو كان السمك هذا 300 ملي متر، وراح اخلي 24 اللي هو جاما يساوي لنا الوزن على الفوليوم، راح اخلي 24 يساوي لي الوزن هو المطلوب، الفوليوم مشغل عندي 0.3 في 1 في 1. بالحال الوزن السيلف ويت ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا 24 في 0.3 7.2. استاذ استاذ بس العفو عن المقاطعه 7.2 اي استاذ. نعم استاذ، بس يا ريت لو تعمل تثبيت للشاشه اللي عتصورها، لان بالفيديوهات كله تاعي يطلع الصوره مع الشخص اللي عيتكلم. إيه اذا اذا انت ما تسكتون، كيف تعمل له بين؟ كيف تعمل له بين حتى تثبت؟ ما انا ما اطيق اعمل له بهالشكل، اريدكم تحكون انتم ايضا. اطيق انا اكلتكم اسكتكم استاذ، بس أوكي. انا عندي بالكولوم لازم احتاجها بالكيلو نيوتن حتى اصمم الكولوم. إيه. بس ما يخاف اكمل انا وبعدين ناخذ الملاحظات بالنهايه الاسئله، واضح؟ تمام. بس ف7 بوينت، فهسه لما نجي نحسب الكيو يو ايش راح تكون عندي كيو يو، بس خليني اشغل الضوء واجي. كيو يو راح يساوينا، شوف هسه راح اعمل بهالطريقه. انا هسه كانت عندي ديد لود معلومه كان 2.8 واللايف لود على سبيل المثال كان 5 معلوم. هسه اشرح، اجي اقول 1.2 اجي اخذ السيلف ويت، شوف الوحده مالته زائدا، اخذ ال 2.8 الديد لود يمكن حتى زائد 1.6. شوف هاي وحدتها ايش راح تكون كيلو نيوتن بير متر سكوير، وهاي وحدتها ايضا راح تكون كيلو نيوتن بير متر سكوير. ف 1.6 في في 5، وهي ايضا وحدتها كيلو نيوتن في متر سكوير. شوف الوحدات كلها هون ايش صار بها؟ كل الوحدات صارت متناسقه. الكيو يو راح يساوي لنا ايش قد؟ 20. شوف 20 كيلو نيوتن في متر سكوير. واضح؟ هسه اجي على هذا الوزن مالي. هسه الوزن هذا هون ايش صار عندي الكيو؟ اخلي كيو يو مكانه واقول هذا 20 كيلو نيوتن بير متر سكوير. بير متر سكوير. اول شيء لازم اجي اصممه، اصمم الكولوم هذه العمود هذا لازم احط بينه خطوه دايمتر، اختار له دايمتر. فكيف اختار له دايمتر؟ اول شيء اجي لازم احول هذه الاوزان الموجوده على هذا العمود. فاجي ايش اعمل؟ هذا عليه كله وزن.
اللي هو اشهر داتو 20. اجي اقول هذا العمود اشغل عليه اخذ السنتر لاين مالي، واضح السنتر، وهذا ايضا السنتر لاين. فاذا كان هذا الفضاء من هون الى هون، اذا كان هذا الفرمتر، فمعناته من السنتر الى سنتر بهالاتجاه اشغل عليه راح يكون 9، وهالفضاء اشغل راح يكون ايضا 9 متر، واضح؟ ظل الاتجاه الاخر هذا الاتجاه، اشغل داتا خلينا نقول لو كان 8 متر، خلينا نقول 9 في 8 كان عندي هذا الفضاء. فايش راح اعمل انا؟ راح ارجع اقول هذا وحدته اشنو؟ كيلو نيوتن لكل متر مربع. معناته هذا لازم حتى احول الى قوه واحده مركزه اي هوني. لازم هذا المساحه كلها تنضرب من هون وبالاتجاه الاخر كمان. هذا الاشقد اشقد راح يكون هذا عندي، راح يكون عندي 9 في 8 راح يجي على هذا الفرن. هذا 440 بالضبط، بس خليه يكمل. راح يكون عليه سبايرو كولوم وبي التيميت، راح اخليه نشوف بي التيميت راح يساوي اشقد. شوف 9 في 8 هاي المساحه ضربناها في 20، شوف الكيلو نيوتن بكل متر مربع، هذه مع هذه واحد، هذه متر مربع. طفت ايش عندي؟ طلعت وحدتها كيلو نيوتن فقط، فايش قد صارت؟ 1000 وايش قد؟ 1440 كيلو نيوتن. شوف وحدتها كيلو نيوتن، هسه نجي عندي هذا على سبيل المثال انه بالطابق الرابع الرو ريشيو انا كنت اخترتوها خلينا نقول 1.3 كيف راح اختار هذا؟ راح اجي اقول 1440 راح يساوي لي، بما انه هو سبايرال، سبايرال ايش قد الفاكتور مالته؟ 0.75 في 0.85 اي نعم افضل الكلام صح 75 لانه كولوم، وبعدين ينضرب في 0.85. ليش 0.85؟ لانه السبايرال عندي الفاكتور مالته 0.8 وال 0.8 ال تاي كولوم ايش قدرات الفاكتور مالته؟ هذا ايش قد يصير؟ 0.65. وحتى نتاكد من هذه ايضا نروح ناخذ لنا فره بسيطه عليها نتاكد عليهم، اشوف ان هي انتم ايضا حتى تشوفون. حتى تعرفون نحن منين هنجيب هاي الارقام. خلي بس عم يشتغل الباورفون. هذا 0.85 مو 0.85. انا يعني بس اصبري حتى نشوف منين هنجيب هذا الارقام. تمام. يا شباب الحاضرين بس يكتبون يس حتى ناخذ الغيابات في الكومنت.
اوكي شمال. شوفوا عندي هذا هون هذا تذكرون هذا السلايد تذكرون هذا السلايد شوفوا الثاني فور سبايرال كولوم الفاي فاكتور ايش قد يعطي 0.75 تلاحظون الفاي فاكتور هون 0.75 بس ايش عندي 0.85 ليش 0.85 ما 0.8 مثل ما موجود في الاعلى لانه دكتايل كولوم فهذه 0.8 شيكنا. وش راح تكون عندي؟ راح تكون عندي اي جي مضروبه في ايش؟ في 0.85 في اف سي برايم او اي 0.85 اف سي برايم حتى ما لكم دخل من هذا القانون هو نفسه تبسيط في اي جي ماينس اي اس مثلا زائدا اي اس في اف 1 مو هالشكل نحن قانوننا هالشكل كمان واضح؟ سادة كذا اخذت الاف سي برايم والاف واي اسا نثبتها نشوف ايش قد 414 المفروض استاذ و27.6 مو صحيح؟ مو مشكله هذا راح نثبتها هذه عندي واضحه هسه هذه واضحه عندنا عندنا الكل راح تكون عندي 0.85 في 0.85 لانه تاي سبايرال مو تاي كولم بعدين 0.85 اف سي برايم اي جي ماينس اي اس زائدا اي اس في اف 1 هاي خلينا لو افترضنا انه بالسؤال نحن كنا اعطيناكم اف سي برايم لجميع الاعمده 27.6 واف واي 414 مثبته عند الكل لكل الطلاب لكل المشاريع هذه بس الاعمده بس السلاب يتغير من جروب الى جروب وخلينا نفترض انه الرو في هذا الطابق الاخير مثل ايش قداته 1.3% كيف راح نحسب هسه حالها؟ شوف راح يصير عندي 1440 في 1000 لازم اضربه حتى احوله نيوتن ما ننسى اقسمه على 0.75 اقسمه على 0.85 بعدين يساوي لنا ايش 0.85 في 27.6 في هذا اي جي انا اريده 5 اوفر 4 في دي 6 بس بدي السماعه اللي عندي خليك السماعه محمد صلاح ما عايش وش عليك كل شيء ما نسمع محمد صلاح تمام استاذ سد الميكروفون دي سكوير ناقصا اي اس الاي اس هون ايش راح يكون عندي 1.3% من الاي جي 1.3 على 100 في اي جي اي جي ايضا راح يكون عندي باي اوفر 4 او ما يحتاج هون نحط اي جي حتى ايش نطلع اخر شيء اي جي هون راح نكون اي جي واضح؟ واضح كيف حطيتها؟ اي جي مباشره زائد هون راح نخلي 1.3 على 100 اي جي هذا اي اس هذا في 414 من هاي المعادلة من المجهولة عندي فقط اي جي اطلع قيمة اي جي خلينا نجربها هذه ايش قد تطلع لنا هون هذا ايش قد يعطينا هذا المكان استاذ يعني نحسب له بس خطوات انا عبال بس خطوات لي هذه نحسبه لي ايش قد هذه استاذ الاي جي تطلع 79154 79,154 هذا راح يساوي لنا باي اوفر 4 في دي سكوير ومن هون الدي ايش راح يطلع لنا قيمة دي؟ طلعت 317 مليم ايه شوفوا هون عندك خيارين دائما الطلاب ما يعرفون كيف يختارون يا اما تروح على 325 يا اما تروح على 350 يا اما تروح على 300 اما تختار انت شوف اذا اخترت 300
نعم، إذا اخترت 300 إيش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك الرو راح يطلع عندك أكثر من 1.3%، يعني يطلع 1.4%. لازم نرجع نصمم مو كله. إذا اخترناها 325 تكون قريبة أيضا، بس أيضا ممكن اختار 350، يعني ما فد مشكلة. يعني إذا اخترت 350 ما فقد شيء، خطأ. خذوها 350 أو 315، 325 أو 320 أيضا ممكن، أو أخذناها 325. شوف هذا إيش راح يترتب علينا. هون السي دي أشخد 325 ملي، هذا إيش راح يترتب علينا؟ راح يترتب علينا حسابات من جديد على حديد تسليح. بس أرجع مرة اللغة أحط حديد تسليح شو راح يصير؟ خلي 1440. أستاذ هاي اكتبها مباشرة مليونين و يحتاج يعني حتى الطلاب يعرفوها. 3.85 يساوينا، شوفون اس 10 راح يصير عندي 0.85. هالمرة من المجهول، المجهول حديد تسريع 5/4 الدي ايش حداتي 325 يعني ناقص، وين ايش راح يكون عندي اي اس صدق او زائد اي اس في 414، من هون يطلع قيمة اي اس. أنا ما لي دخل من ال 1.3% ما استخدمه هسا، صارت عندي خطر معلوم وعندي لود معلوم علينا وأطلع أي أساس حقيقي صحيح. هذيك كان بس أولية حتى تنطيني انطباع. إيش قد يطلع لي أي أس؟ بانا 100.5 بعد كلت النص الشيء طلعتم هذا ايه استاذ انا 800.52 800 بس تأكدين أنا طلعت 801. أي ما مشكلة ما طلعت كتير. إيش 800.5. أوكي 800. هذا معناته كم حديد راح استخدمه؟ 6 أو 8 كم حديد مستخدمه؟ 6. كان قليل. 6. أوكي 6. 6 ابو الهاشتاج اشقد راح يطلع لنا قسمون 13.08 يعني 14 يعني اي سي اشقد 14 هاشتاج ابو 14. فتجي تصمم هذا هاشتاج ابو 14، هذا ليش هذا العمود طلع هالشكل قليل؟ لانه هذا بالروف اخر طابق. هذا ايش يترتب علينه؟ يترتب علينه هذا السقف اللي راح احسبه بالاعلى، احسبه فقط في السقف في الاعلى. شوف هون ايش عندي؟ عندي هذا الدروب ايضا. من اجي هسه هذا صار القطر ماله معلوم. هذا القطر ماله ايش قداته؟ بوينت او 325. 325. من اجي احسب المومنت هون الام هون ايش راح نعمل لنا؟ اذا كان هذا 9 متر كان سنتر تو سنتر، هذه 9 متر. المومنت ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لنا 20 في، لازم اضربه في الاتجاه الاخر، قلنا الاتجاه الاخر 8 مثل ما هو، في ال يو. هون ال راح تكون سنتر تو سنتر، ما سنتر تو سنتر، راح تكون كلير سبان. هون الكلير سبان ايش راح يصير؟ 9 ناقصا 0.325 سكوير. واضح؟ هذا سكوير على 8 حتى احسب المومنت. الطابق الجواته يعتمد على هذا العمود ايش قد لا تقللتونه. احتمال الطابق الجواته يكون 700 او 600، راح يكون 9 ناقصا 700 سكوير، فالعزم راح يكون اكثر. حتى انت تخلص من هاي الاشكال
تعمل لأكبر عزم. أكبر عزم منه راح يكون للسلاب، هذا أنا أحكي بالنسبة للسلاب، السلاب مع الروف، راح يكون الكنترول منه أعلى، أعلى سلاب السلاب الموجود بالروف. ليش؟ لأن العمود اليمبو راح يكون أضعف شيء. يعني من تصمم صمم آخر سلاب وعممه على بقية السلاب الموجودة بالأسفل، أوكي تكون ساتسفاكتوري. بينما ما ما يستعمل بالعكس، يعني تصمم السلاب بالطابق الأرضي وتخليه لا، تبدي من فوق تصمم من الطابق الفوق والسلاب الفوق وتعممه السلاب الفوق على السلاب الجوا يصير سلاب العكس. واضح؟ نرجع على 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 شغلة ثانية اللي هي هذه. هسا نحن قلنا هون أشكر علينا هذا. أجاوبكم على كل الأسئلة بعد ما أخلص بس ما يخالف. طيب هذه ايش قد طلع الحمل هوني 1440 صح، وهوني نفس الكلام 1440. من يجي هوني ايش قد يصير الحمل؟ يصير عندي 1440 في ايش قد؟ في 2. ليش؟ ايضا راح يجيني فهي هذا راح يصير هوني 1440 في 2، وايضا ارجع اصممهم بنفس الطريقه هذه، نفس الطريقه مع الكولوم هذه اللي حكيت عنها، بس بمكان ما اخلي ايه هوني، مكان ما اخلي 1440 ايش قد لازم اخلي؟ 2880. واضح؟ يطلع لي دايمتر جديد، يطلع لي دايمتر جديد، قطر جديد. ممكن هذه تحملوها هسه وتشوفون القطر الثاني ايش قد يطلع، هذا بس تخيلون. يعني هذه نفسها راح تكون نفس هاي المعادلة 1440 راح يصير 2880 في ألف تقسيم 0.75 تقسيم 0.85 بعدين هذا ها. بالمناسبة بس الرو، الرو تختلف هوني، الرو احتمال أنطيك هي 1.5% الطابقة اللي بعدها هوني، خلينا نقول إذا كانت هذه الرو يساوي لنا 1.5% أوكي، يعني نفسها هذه راح تكون نفسها بس إيه هذه الرو 1.5%. واضح؟ شوف لنا أشخاص يصير يعني هذا راح تكون 1.5%. أي جي 154,090 نشوف هون أي جي إيش يطلع لنا اي جي 453.05 هون ايش قد ممكن ناخذها؟ ممكن ناخذها 450. واضح؟ يعني هذا هسه ارجع اقول هذه الدايمتر مالتها 325 شوف بهذا الطابق، بس بهذا الطابق ايش قد اختاروا انا؟ ب 450 ملم. ما هذا اقل رقم عندنا 493؟ انا ما اعرف انت ما تحسبون اشنو 493؟ لا اقصد يعني هاي اقل قيمه 493. لا 443 443 بما اعرف الكاميرا ما واقفه. فهذا راح 450، على 450 راح ارجع احسب الحديد تسليح عشان كم حديد تسليح يطلع لي. يعني ارجع نفس الكلام اعمل بالنسبه لهذا، اقول 2880 في 1000 في على 0.75 في 0.85 يساوي 0.85، هذا نفس الكلام بس هون مكان 325 ايش قد احط؟ 450 سكوير ناقصا اي اس زائدا اي اس في 414 يطلع لي حديد تسليح جديد. ايش قد يطلع لي تقريبا؟ شوف هوني كم واحد صار 6 هاشتاج 14 لهذا، يعني هذا الدائره راح تكون هون 1 2 3 4 5 6 هذا الدي تبعه ايش قد؟ 325 هذا ستة هاشتاج، هذا شلون راح يكون؟
450 وهذا 206 هاشتاج اشقر 2013.8 يعني هاي الاي اس تطلع 2013 اي اذا 6 نقسم على 6 والقطر الواحد ايش قد يطلع 6 21 300 21 عدل لو 21 بوينت سمثينج هي 20 بوينت سمثينج فنقرب ال 21 هتشوفون بالحديد ايش صار بالقطر مالته زاد القطر وزاد حديده واضح خلينا نشوف الطابق اللي بعده الطابق اللي بعده ايه هوني هذا ايش قد راح تكون عندي 1440 في ايش قد في 3 ليش هذا راح شوف هذا راح يجي على هذا بعدين من يجي هون ياخذ من هذا يتحول على هذا هذا اوريدي كان جاء عليه يعني يعني هذا يتحمله ايضا بس ايضا راح يضيف له ايه هذا من يصل ايه هوني هذول كان جانوا ضعف من هذول الاثنين وايضا يجينوا ايش من الطابق تبعه راح يصير في 3 ايش راح يصير هذا عندي والله ما في 3 4320 4320 خلينا نقول هذه كانت الرو مثلا مالته 1.9% نفس الكلام ارجع اطبق هذا طبعا ممكن تعملوها بملف اكسل يعني هذه الحكي اللي قاعد اقوله انا ممكن تعمله بملف اكسل هو يحسب لك قيمه يعني حي بس تدخل له هذه يعطي لك اي جي او يعطيك الدي قبل يعني ما صعب يعني قاعد تكون شطار فصراحة تخلي مكانه راح تخلي مكانه 4320 مكان هذا 4320 في ألف على فونس نفس الكلام هذا بس المكان هذا الرو راح يصير عندي ايش قلنا 1.9 شوف ايش قلنا استاذ نحن قد ما حلينا يعني راح نطلع تقريبيا يعني ممكن القطره اللي بعد ما الكولم يعني بال 500 شويه 575 يعني صارت يعني نتخيل انه شلون الكولم راح يصير لسه عندكم انا هو هذا الهدف من هذا المشروع حتى تخيلون كيف الاعمده ممكن تتناقص ليش تتناقص احجامها تسليح مالته ليش يقل ليش العزو مالته يقل ليش اخر طابق العزم اللي موجود بالسلاب اكبر من بقيه الطوابق ليش لان بقيه الطوابق الكولم مالته اشبهها ستيف كبيره يعني الطابق الارضي راح يصير اي نعم طول الدايمتر تطلع 528 ايه الدايمتر الجوا راح يصير 528 و 529 ايه ممكن تختار 550 ممكن نعملها ما مشكله يعني ما فات شيء نضل الحديد تسليح الموجود بداخله نجي نختار حديد تسليح نفس الكلام هون 4320 في الف على هاي نفس الكلام هون بس باي في 450 يعني ناقصنا اي اس زائدا اي اس في 414 نطلع من هون اي اس معنا اشقد الحديد تسليح يا 25 يا 26 ايش قد طلع عنا؟ هذه هيا سمنا طبع احد استاذ طلع 3080 3080 اي اس 6 قسم على 6
استاذ مثل ما قلت لك 26 25 ونص بوينت 5.26 تقريبا. تمام استاذ. لا شوف هسه راح اعلمكم على شغله، راح اقول لكم على شغله مهمه جدا راح تشوفوها انتم تتعلمون عليها. حتى خلينا نكمل وبعدين هذا اي اشقد طلع بالله حتى لا ننسى انه اي اشقد طلع عندي هون قدم 3000 اشقد 3080 3080 ولا اشقد كان ليس بالله توقعاتي 6 ابو 21 ستة أبو الواحد وعشرين عشان ندينا مساحة 2000 يعني هاي ما أصدقها يعني 2083 هكذا 2083 يعني أنا تقريبا حطيته أوكي ما مشكلة. شوف أنا بالواقع ما أطيق أقول بهذا العمود حط لي أبو 26 تطلع الطابق الفوقات وحط لي أبو 20 أبو 21 تطلع الفوقات وحط لي أبو 13 يعني بالواقع هذا شوية تطبيق ويكون عملية ما صعبة صعبة. الصحيح اشنو البار هذا يستمر من جوه لفوق في نفس الدايمتر، فانا هون ممكن اروح ما اقول 6 اقول ممكن احط 8 ابو ال21 واطلع فوق احط 6 ابو ال21 واطلع فوق اخلي مثلا ما لانه ما اطيق اخلي اقل من 6 بالسبايرون، فايضا ممكن اقول 6 ابو ال21 واوفق 14 ما اخذ من الاعتبار. ليش؟ انه لازم يكون ابليكابل يعني قابل للتنفيذ والتطبيق يكون منطقي. واضح علي؟ هسه خلي نكمل وبعدين ارجع اقول لكم كيف نختار هذول التسليح. 2013 هذا اللي هي قبله 2000 وش قد 2013.8 2000 اوكي 2013 اوكي هذا هسه خلينه. وهذا ايضا الاي اس مال اول واحد قبل 14 قداته كان 6 قبل 14 ايش قد يعطينا؟ لا احسبوا لي 6 قبل 14 ايش قد استاذ اخذناها 806 806 حتى ظل عندي اخر شيء هذا الطابق اللي موجود بالطابق الاول. هذا ايش قد عندي راح يكون عندي دايمتر مالته لازم اسع عندي 1440 في ايش قد في 4 ايش قد يعطينا 5760 هسه اجي اطبق على الكلام هون اخلي هون المكان هذا اخلي 5760 في 1.75 في نفس الكلام هذا هون اجي بشوف خلينا نقول هون كانت الرو عندي هذا الطابق الرو يساوي لنا 2.2% خلينا نشوف يعني وكل ما يزيد الطابق الطابق كل ما يزيد الرو بس لازم ما نتجاوز كم لازم ما نتجاوز 8%. ليش 8%؟ لأنه الكود يقول من 1 إلى 8%. ولازم أيضا ما يقرأ عن 1%. طيب كم هسه أعطانا هذا؟ 5760 إذا حطينا هوني أشقد يطلع لنا أي جي؟ وهذه كانت 2.2% هذه أي جي البرسنتج 281,895.9 ايش قد يعطينا الدايمتر؟ دقيقة بس خلي اسجل رقم عليش سجلوا قبل ظروف 4 قسموا على باي حطوا تحت ما بالكاشة لازم احزن الرقم وبعدين ما ينحسن قبل ما تشتغل بباي؟ لا بالكاشة ماشي شباب البقية عي يحسبون يا شباب هي نعم دكتور بس شوية نفخ يعني أرقام عشو طلعوها مثل أرقام مثل أرقام الشباب لو لا هي نعم نعم الدايمتر يطلع 599.1 599 يعني ايش قد 600 بس هذا صار أشهر عندي الدايمتر راح يكون عندي هذا كيلو نيوتن والدايمتر مالته راح يكون 600 شوف كيف راح 600
طلع فوق صار 550. هل ما نقربه؟ ايه يعني ناخذ يعني شوية زيد؟ في هذا شوية زيد هي 599 عندنا 600. تمام ممكن تعملها 625 يعني ما فقط خطأ، أو ممكن تعملها 650 يعني هذا الشيء ما يعني ما 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 يعني ما ما ممكن هذا الشيء ممكن يعني مو صحيح، بينما أنا بس عاد أخذ أرقام يعني بس عندي 600 طلع فوق إيش قد صار 550 طلع فوق إيش قد صار 450 طلع فوق صار 325 واضح كيف أي قص أي قل الدايميتر مع الكولوم. وممكن أنا أيضا إذا أشوف السيكونس مالته أقل بهالطريقة ممكن أغير هاي الأبعاد اللي أنا طلعته. إذا أنا مصمم حقيقي أقول هون أخلي 600 أطلع فوق خلي 550 أطلع فوق خلي 500 أطلع فوق خلي 400 ما فرض شيء خطأ، بالعكس زي الفاكتور أوف سيفتي يعني للإيش للمنشأة تعمله يصير مور ريجيد يكون أصلا يعني حتى إيش حتى أيضا الراوند أوف الأرقام اللي عندك هتطلع تكون منطقية وقابلة للتنفيذ. يعني المنفذ من يجي يخشى عندك 650 600 550 450 يقول لك ايه كيف نزلت هون، ممكن تقول له هذا 600 550 500 وبعدين تقول له 450 اخر طابق يعني كل طابق يقول 50 ملم ممكن، او ممكن تقول له 600 550 450 او هون 325 شوية رقم يعني صغير يعني ما كثير عملي يعني فرم يصير صغير، ممكن تقول له هون 400 او 350 كلها متاحة كلها ممكنة تعملها بطريقة بس ايش نعرف تطلع 6150 ايه ترجع تحسب حديد تسير اشخد الحديد ايس 6150 و 150 ايه هاشتاج قبل اشخد يعني ايه نجي هوني لا تختار هاشتاج اشرح تعمل اشرح عمل احاجي اقول انا هذا العمود الموجود عندي أقول هذا العمود الموجود عندي بالطابق الأحادي زين دكتور بس سؤال والله آخر كل أسئلتك بس أخلص لا لا يعني شنو الغلط إذا أخذنا مثلا كل الأقطار على 600 ماكو خطأ بس ماكو داعي بس استاذ يعني ما يعني اذا تجي للواقع ما اشوف هذا الشيء يعني بالبنايات اللي قاعد تنبني باي مكان في العراق هو هذا الفرق المهندس عن اي واحد منهم هذا خلينا نقول سمحنا عنه هذا كم راح يكون عندي قلنا هذا الدايمتر مالته راح يكون 600 واحتاج اي اس مالته ايش قطعته يكون عندي 6000 3150 ملم هون اي اسمعي اشهر درجات واحد يكون عندي دايمتر عندي 550 ملم الاي اس عندي 3000 يعني هون في راح يساوينا 450 ممكن 450 ممكن نعملها 500 ايضا بس راح ابقي 450 ملم حتى الاي اس أشخد كان الاسماني 2013 هذه بس شوي راح أزيدها حتى تصير منطقية هذه راح تصير عملها 350 ملم الاي اس مالتها راح خلي نبقيها شوف كيف راح نختار حديد تسليح كيف راح نختار من الأسفل إلى أعلى خلي نقول أنا عندي حديد تسليح أريد أحط أبل 22 مليم اشوف ابو 22 مليم ايش قد ذاك الاي اس بار الوحدي المساحه ابو 22 ايش قد استاذ 380 380 اجي اقسم 6150 على 380 طلع 16.18 يعني 17 17
راح اخلي اختار القطر معي في الخط وحط بيني 17 واحد صار تقريبا يطلع بثلاث ارباع هذا مو 22 ايه لا اكبر من 17 الدايمتر مالته ايش قد قلنا 600 وبداخله ايش قد اكو 17 حديد ابو ايش قد اشتاق ابو 22 17 واحد ليش؟ جربتونا أبو الإيش؟ أبو الـ 22 ممكن أحطها بالـ 25 حتى يطلع لنا رقم أقل ممكن خلي 17 أطلع الطابق اللي بعده أستخدم نفس الحديد حتى لا يصير عندي ليش؟ لأنه هذا بالطابق الأرضي ممكن أحط هذول كلهم أطلع الطابق الأرضي الفوق أقص هذول الزائدين يعني أطلع واحد أترك واحد أطلع واحد أترك واحد وأوجم وأخليه مع أقل عدد نجي هون عندي 3080 اقسمها على 380 ايش خلينا نعطينا؟ تطلع 8.1 ايه نقول 9 نقول احط اشغل 9 هاشتاج او 22 والقطر ما بيشتغل على راح يكون 505 يعني راح اطلع 17 8 منهم ما يحتاج اطلعهم الطابق اللي بعده واضح؟ 8 ما يحتاج اطلعهم اطلع فقط 9 ارجع للطابق اللي وراه صارت 5.29 يعني 6 ما نقدر نقول بس نقول 6 6 نقول هذا اشهد 450 نقول اشهد بينه 6 قبل 22 اطلع فوق بلا ما احسب هذيك الحسابات كلها تطلع امينه هاي ايش قد راح تكون عندي 350 وخلي بيها ايش قد لازم ايضاً 5 اقل 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 شيء ها 6 اقل شيء 6 اقل شيء فاذا ارجع اخلي 6 او 22 ايضا بالطابق اللي بعد يعني اخلي اخلي بهذا العمود كل الاعمده ما بالعمود واحد اخلي 17 حديد بالطابق الارضي بالقطر ما جوا اطلع فوق خلي 9 اطلع الفوق اللي بعده احط 6 واحط 6 بالطابق الاخير واحصل السيدين حديد الزين كل تصير موحد من جوله فوق اما انت تجي تقول له ليش؟ لانه هذا ايش؟ حتى هذا الحديد يكون مستمر من الاسفل الى الاعلى، يعني هذا الحديد اللي خليني انا اللي اطلع منه الاسس راح يكون مستمر مع رقيق طاب من الاسفل الى الاعلى، بس شلون؟ هون 17 واحد 17 راح يطلعون لي هون قسم منهم 9 منهم راح يستمرون و8 منهم راح ينقطعون يطلعون هون الباقي 6 منهم راح ينقطعون من 9 3 ايضا ما يحتاج يستمرون يطلع طابق الاخير هالشكل ويستمر القطر نفسه من الاسفل الى الاعلى حتى ايش حتى نحصل على كونتينيوتي هذه طريقه اختيار العمود نجي هسه على التصميم مال السقوف استاذ بالتصميم مال نسيته يعني نسوي مثل هذه الطريقه اخير شيء يعني نخلي حديد واحد لو مفصل محمد صلاح انا لا طبعا لازم تفصل لازم تحل وتخلص وبعدين هذا الاوتبوت هذا الاوتكم تعمل له تريليت الواقع وتنفيذ شيء والحسابات والورق شيء اخر يعني هسه من نحسب احنا المفروض انا ما حسبت مساء انت نفس الشيء انا ارجع واقول هون حط 26 6 ابو 26 بالطابق الارضي حط مثلا خلينا نقول ابو 30 6 واطلع فوق حط هذا كل ما يطلع على طابق تجيب نوع حديد ويحطه ويخلي ويعمل ما منطقي تمام. يعني هو حلك صح والحمل يتحمله وكل شيء صح بس عملية تنفيذه متعب وما صحيح يعني مو يعني متعب ما 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 يعني اللي ينفذ لك هو يقول هذا أشياء واحد غير متمرس أي خلى عليه أشياء طيب هذا سواضح اختيار الأعمدة نجي هسه على إيش على تصميم السقوف بس أخلص وأخذ أسئلتين كذا نجي لو أخذنا الطابق الأرضي وصممنا شوف ايش راح يصير الفرق هون ايش عندي هذا سنتر تو سنتر ايش خل عندي 9 متر تمام الكلير سبان ايش راح يصير عندي راح يصير عندي 9 ناقص 0.6 تمام ايش طلع عندي 8.4 شوف المومنت هنا ايش قد يطلع لنا 20 في ايش قد في 8 قلنا بالبعد الاخر في 8.4 تربيع على 8 ايش هذا يعطينا عزم؟ هذا البيس
1411.2 كيلو نيوتن بير متر. هذا لازم اوزعه على الكولوم ستريب والمتر. شوف لو اخذنا الطابق هذا البيس، لو اخذنا الطابق الروف حتى تعرف العزم وين يصير اعلى. هذه هون ايش قد هذه هذا فنان؟ هذه 0.6. هذا ايش راح تكون بالروف؟ 0.35. هذا الدايمتر اللي اخترناه 0.35. ايش راح يصير عندي العزم بالروف؟ هذا بيس. راح يصير عندي ايضا 20، صحيح 20 على هذا الطابق اللي عندي 20. 20 كيلو نيوتن بير متر سكوير. طبعا هذا بقول الاخر 8 متر، فلهذا عن الروف في 8. في 8 في هاي المسافه، هاي المسافه ايش راح 9 ناقص 1.35 ايش قد صارت؟ صارت 8. ايش قد 65 صح؟ راح يصير في 8.65 سكوير على 8، يعني راح يطلع قريب من هذا، بس هذا راح يطلع بينه ايش اكبر؟ 1496. شوف هذا بالروف بالبيسمنت ايش قد كان عندي؟ 1411. ليش؟ هون العمود قوي، صلب هذا العمود 60، هون العمود ايش بينه؟ العمود عندي ضعيف صغير، فلازم اخذ يا طابق وعمه مع بقيه الطابق، اخذ العزم الكبير. هذا العزم الكبير ولا هذا؟ هذا مال الروف. لا مال الروف. فاذا اخذ الروف اللي هو 1460 واحوله الى ايش؟ كولوم ستريب، ميدل ستريب، وهذا اقسمه الى نيجاتيف وهذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف. اوزع الحديد تسريح وقلب. ليش؟ لانه اخذ العزم الاكبر ما اخذ العزم الاقل. فاذا نصمم السقف ناخذ الطابق الاخير. ليش؟ لانه LU إيه هذا LU راح تكون اكبر بالايش؟ بالطابق الروف. العمود راح يصير بينه ايش؟ اضعف. ظل عندي شغله ثانيه دائما طلاب هون هم سالوني عليها، اللي هي كيف نحسب التشيك فور بانش. نشوف البانش ساتسفاكتوري ولا ما ساتسفاكتوري. من تحسب تاخذ نظر الاعتبار ايضا الدروب، انا قلت لك لازم تاخذ الدروب. انا اعطيتوك المينيمم كرايتيريا للدروب اللي هو دي اوفر 4، بس انت ما مجبر تاخذ دي اوفر 4. هذا المينيمم الاقل شيء، يعني انت خذ اكثر من عنده وين المشكله؟ تجي اول شيء حتى انا اشيك الشير، البانش شير وين راح يصير؟ هون هون راح يصير. يعني بالدروب، يعني هالشكل راح يصير البانشير. طابق بقى البانشير في اي طابق راح يكون اعلى شيء؟ البانشير في اي طابق راح يكون اعلى شيء اخطر شيء؟ اكيد بالطابق الاول واحد. لا اخطر شيء الاخير راح يصير. ليش؟ لان هذا القطر يصير صغير، هذا قطر 350 راح يصير صغير، بينما بالطابق الجواته هذا الكولوم مش خداته 600، كولوم كبير ماكو بيه مشكله بالطابقه. فانت اذا تشيك عندك بالطابق الفوق ما يحتاج تعمله بالطابق الجوا، البانشير ساتسفاكتوري بالطابق الجوا، فانت بس تشيكه في الروف. فاذا ناخذ الروف وتشيكه بالروف، اذا تشيك عندي بالروف معناته بقيه الطوابق راح يشتغل اوكي. ليش؟ ان هاي المساحه راح تقل. تذكرون من قلت لكم تخلون ايدكم على القلم والستريس عالي يصير؟ تذكرون قلت لكم ليش يوجع؟ لانه المساحه صغيره فيصير اجهادات عاليه. شوف كل ما الكولوم كان صغير كل ما البانشير يزيد. ليش؟ لانه الاجهادات راح يكون بها ايش؟ اعلى. نجي ناخذ الفي تشيك فور بانشير. هون الدي اول شيء الاتش ايش قد قلنا 300، الدي ايش راح يكون عندي مال السلاب 300 ناقصا ايش قد قلنا 25 ناقصا ناقصا 8. ليش 8؟ 200 انا افترضت انه انا راح استخدمه بال 16. 200 ايش قد؟
267. هسه ظل عندي ايش؟ ظل عندي هذا الدروب، انا راح اختار له دي. هذا عندي كله 300. ف 300 على 4 يطلع لي 75، بس انا ما بضروره اخذ 75، اخذها هذه 200. ليش؟ من الفضاء كبير، هذا الفضاء 9 متر. هذا الفضاء كبير. اخذ 200 ما مشكله. 200 تعرفون ايش قداته؟ ما كثير يعني 200 حد هذه ايش؟ هذا ممكن يعني هو عرض الورقة، يعني الورقة الأمامة عرض 20 سنتي. إيه 20 سنتي يعني هلق بالضبط. ما عرض الورقة 20 سنتي، فشيء بسيط يعني. إذا حتى تضحك علينا يعني ها يكاد تشوفه يعني. فأخذ 20 سنتي. فهون الدي الحقيقية الأفيلابل إيش كم أحسن عندي؟ حتى أتشيك البانشي أحسن عندي 260، 67 زائدا 200. ليش 200؟ لأنه هو عايز يصير إيه هون يضرب. شوف هذا العمق، هذا كله تودي، فلازم أخلي عليه إيش؟ أخلي عليه سمبل، لأنه هو راح ينكسر من هالمكان هذا. إيش قدر راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 467. هسا أشيك على هذا، هذا هو الدي اللي عندي هسا حاليا. دي والدروب أجي إيش أقول؟ أجي أقول هذا 9 × 8 الفضاء مالت. بالوسط عندي عمود، هذا العمود ايش قداته الفاي مالته؟ 305. راح يتكسر حوله بمسافة ايش قد راح يكون هذا عندي؟ دي اوفر 2 من الطرفين. فاشوف ايش قد راح يصير عندي هذا القطر المنقط هذا دي. دي سي ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي 350 زائدا 460 67. ليش؟ لان دي اوفر 2 من صفحتين. دي سي ايش راح يساوي لنا؟ هذا الدي العادي. احنا ما ناخذ الدي العادي. ما له 117 دكتور. 67؟ تراجعوا كي بس اخلص الله يخليك. اوكي هسه لما نجي نحسب الشير، شير تو واي شير ايش راح نساوي لي؟ راح نساوي لنا مثل ما فكرتم تفكرون، شوف لازم المساحه الكليه بيكم. راح نساوي لنا المساحه الكليه اللي هي ايش قداتي عندي؟ عندي 20 في 8 في 9 يعني هاي المساحه هاي المظلله ما عدا هاي. ليش؟ لانه هاي راح ياخذ هذا الجزء من السقف ويبقى فوق، بينما هذا علينا كيوب، علينا 20 على كل هاي المساحه. 8 في 9 ناقصا هاي المساحه اللي موجوده هون اللي هي باي اوفر 4 في دي سي اللي هي 800، فحتى احولها على متر 1 سم او 2 متر تطلع 1430.4. 1430 1429.5. طيب هسه هذا الرقم لازم نشيكه مع الدي، نشوف الدي الريكوايرد حتى ما يصير عندي بانت شير. ف 3 في في 2 على 0.75 هذا الفاكتور في لندا سكوير روت اف سي برايم في بي نوت. لازم هذا ايضا احسب بي نوت. البي نوت مالته ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي طول هذا المسار اللي راح يكون باي 817. ايش قيسنا؟ استاذ البي نوت تطلع 1938. 1900 1.9 استاذ، ودي 2 تطلع 590.2. 590 هذا ايش خلي اخذ اف سي 8 25. ايه مخا يعتمد من جروب على جروب، احتمال هذا 30 يكون في جروب. انا ما اعطيته اي انا راح اقول افترض ان في غلط 35 دكتور. البي 2.5 تطلع 2.56. طلعت 2565 صح 2500 5.6
هذه خلينا نقول اف سي برايم 30. انا كان اعطيته لكم بالسؤال، فدي ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي 3 في ثلاثة في 1430 على 0.75 في لندا واحد في اف سي برايم 30 تحت الجذر في بي نوت اللي هو 2600 عشان احسن. طبعا هذه الايات شلون ايضا تربو في 406 ثمانية ايش قد؟ 406.8 هذه لازم اقارنها مع عامل. هذه هل قد مطلوب حتى لا يصير فانشي. انا ايش قد عندي موجود؟ عندي 400 وايش قد؟ 467. هذا الدي عندي، هذا الدي يعني دي راح يكون دي زائد دي دروب. اقارنها مع هذا الرقم واضح مع 467. دكتور 401.6 401.6 دكتور 401.6 معناته ايش؟ سيف فور بانشي. اذا طلع ما عندي ما سيف قسم من الجروبات احتمال يطلع ما سيف، ايش اعمل لي؟ هذا الدروب اللي اخترتونه ازيده، اعمله 250، اعمله 300 ما مشكله، واضح؟ او ايش اعمل؟ ازيد هذا الدي العمود اللي عندي ما 350 العمود قطره ما يكفي صغير، ازيده الدي هذا مع العمود اعمله 400. ليش؟ صح انا ما احتاجه باللود بس احتاجه حتى يقاوم لي البانشي. يعني ممكن ازيد الدروب سمك هذا الدروب، هذا ممكن ازيد سمكه او ممكن ازيد قطر هذا حتى ايش؟ حتى هذا اوخره، حتى هذا المسار يصير ايش؟ كبير. هذه المساحه تكون كبيره اللي تاخذها منها. يعني هذا المنطقه المظلله يعني لحد دكتور، يعني اذا زيدنا الدي راح يزداد البي وراح يقل الدي. اذا زيدنا اذا زيدنا الدي هذا بي نوت دي سي هذه كلها تزيد، وهذا راح يزيد بس الدي قل مال البانشينج. ايه بالضبط. بس انت هذه ايه هون عندك، ايه هون هذه، ايه هذه المساحه راح تزيد. يعني انت راح هاي 9 في 6 راح تطرح منها مساحه كبيره، عرفت ليش؟ يعني هاي المنطقه المظلله راح تكون اكبر، يعني هذه راح تكون ايش؟ المنطقه المظلله راح تكون اقل، تنظر في 20 راح البانش شير راح يكون اقل، يعني هاي المساحه الغير مظلله راح تكون اكبر، وهذا الشيء مطلوب. فانت عندك خيارين، الخيار الاول تزيد دي، الخيار الثاني تزيد الدروب، واضح؟ اذا طلع ما سيف. طبعا هذا السيف للروف، ان روف بالطابق الارضي سيف لو ما سيف، شوف بالطابق الارضي كيف راح يكون. هذا بالطابق الارضي هذا ايش قداته؟ 600. حتى بس تتخيلون الوضعيه، هذا الدروب اللي خليتونه انا فوق 200 هون ايش هذا خلينا ممكن 100 هون ممكن 100 او 150 احطه او ممكن ابقينه 200 في كل الطابق. ليش؟ لانه هذا من يعمل قالب من يطابق يخرب عنده القالب، يعني انت بتعمل له حتى على كامل المنشا ياخذ نفس القوالب في كل الطوابق، واضح؟ فممكن تعمل 150 بهذا الطابق الارضي. ليش؟ لانه العمود عندك كبير، ما يعني ممكن جدا تعملها 150. اوكي واضح. خلينا نعملها 150 بدون نعملها 150 والبقيه 200. خلينا نبقيها 200. اذا بقيناها 200 ايش راح يكون عندي؟ هذا علينا ايضا 20 كيلو نيوتن بالمتر. نحن نجي بي نوت ايش راح يساوي؟ شوفوا هذا 8 في 9 وهون عندي العمود، هذا العمود ايش قد؟ 600. راح ياخذ ايضا مساحه معانا، لازم احسب المساحه المظلله هذه. شوف هذا الدايمتر دي سي ايش قد راح يكون عندي دي سي؟ دي سي راح يصير عندي، شوف 600 زائدا الدي
الدي نحن ايش قد حسبنا انه قبل شويه 260 67 زائدا الدي دروب اللي هي 200 ايضا 260 467 ايضا 467 واضح ايضا 467 فاذا الدي ايش راح يصير عندي هذا الدي سي الكابيتال راح يصير عندي 600 زائدا 467 67 لانه هذا الدي اوفر 2 من هون من هالمكان ايضا دي اوفر فايش قد راح يصير لنا دي سي 1067 1067 مليون شوفوا هسه ال 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 عندي باي في 1.067 ايش قد يساوي لنا في 3.35 متر طيب هسه نجي نحسب ال في 2 ال في 2 ايش راح يساوي لنا 20 ايضا في 8 في 9 ناقص شوف باي اوفر 4 قبل شويه ايش كان باي اوفر 4 كان 800 تحت 10 صار 1.06 يطلع 1423 1423 ملم كيلو نيوتن بس هذا ما صح هو اقل من هذا 1430 هون يا صفر على 1400 صح هذا اقل بس الحكي وين الحكي ايه دي ريكوايرد ايش راح يساوي لنا احسن من 3 في في 2 على 0.75 في 1 في خلينا نقول ايضا تحت الجذر 30 في هون الرقم هذا الرقم قبل شوي ايش قد كان؟ كان 2600 طبعا عندي 3000 هاي لا تنسون تضربوها في 1000 يعني هذا الرقم 1423 تضربوها في 1000 3 في هذا الرقم في 3350 هاي 3350 يطلع 310.2 required. بينما الحقيقي ايش قد موجود عندي انا عندي 460 67 الافيلبل معناته ايش سيف فيري ماتش سيف شوف ايش تغير فوق عن الجوة نفس الدروب هذا الدروب 200 الدايمتر فرق تقريبا 250 الدايمتر مال الكولوم زيد لي البونش شير ليش كل ما زاد الكولوم كل ما البانشير كاباسيتي مالته صار تحسن واضح هسه هذا بالنسبه للتشيك فور تو واي شير وان واي شير كذلك الدي عندي ايش راح يكون عندي لا تنسوا عندي 267 زائدا 200 راح يصير عندي 460 67 ملي يعني دائما حتى الون واي شير تشيكوا على مع هذا يعني الدي مع الوان ما يشير تحسبه بطلعه ايش قد يطلع لا. نعمل مانو يشير تشيك لو نروح على هذا استاذ ما دام هاي طلعت امنه فاكيد القطب الخاص باتجاه واحد هم راح تكون امنه هذا كلام سليم بس اذا تريدون نشيك مال باتجاه واحد خلينا نقول لو اني هذا العمود باتجاه وهذا العمود استاذ بس ليش زيدناها من ال 200 يعني انا ما شفت الحل اللي شفناه بالورقه انه نحن ناخذ القطر زائدا دي اللي هي 267 على 2 من الطرفين انا هذا اللي مشيت عليه ايمو هذا يعني دي من هوني اخذ الدي اللي هي 267 دي اذا كان بدون دروب تاخذون دي ما نحن حلينا مثالين بسرعه مره إيه هو انا مثال دروب ومشيت عليه لا مره حلينا دي بداوت دروب شيكناه وطلع نوت سيف وبعدين رجعنا ايش عملنا؟ قلنا نخلي دروب بالحاله يزيد عندنا قيمه دي واضح؟ انا اتذكر كل شيء واضح؟ تمام اول مره قلتونه صح مثال ما على دروب حليناه بس طلع نوت سيف فقلنا لا نحتاج نخلي دروب يعني على القصد انا عملتونه حتى يطلع خطا الشغله الثانيه هذا الدروب ايش قد راح يكون ابعاده؟ هذا الدروب حتى ما ننسانا راح يكون عندي L على 3 فعندي 9 هذا ايش راح يكون 3 في على 6 على 3 على 6 على 6 من كل صفحه عيني اي على 6 من كل صفحه اي من صفحتين 3
3 في بتذكر 8 تقسيم 3 تقريبا 2.7. ممكن تقول 3 في 3 او 2.8 او تقول 3 في 3 حتى ما تدوخ راسك. ليش لك 2.8؟ ممكن 20 سنتيم ايضا تحط زياده، تقول هذا الدروب اول دروب 3 في 3 متر ما تدوخ راسك، او 3 في 2.8 ممكن. هذا الدايمتر ما تدوخ الدايمنشن ما تدوخ. طبعا عندي جول ميشي مثل ما اتفقنا، خلينا ناخذ جول ميشي باتجاه واحد. احتاج الى اطلع ايه هذا ال نوت، هذا ال نوت عندي كلش مهم، واللي مسافه لمتر واحد ايضا. فشوف اشغل عندي احتاج اطلع ايه هاي المسافه منهم لين. هذا ايش قدرته؟ 9 متر. طبعا انت انا قاعد اعمل باتجاه واحد باتجاه الاخر فهم لازم تعمل مو تسوي له. فتجي تطلع ال نوت، ال نوت يعتمد على الطابق اللي انت بينه. اذا كان هذا القطر بالطابق الاخير اللي هو كريتيكال اكثر شيء، فهذا راح يكون 350 ملم. فمن مركز هذا الى اي هون ايش قد عندي؟ 4.5 متر صح؟ فانا احتاج اعرف هذا نصه كم راح اجي من هون؟ 350 على 2 170 75 صح؟ ضل عندي إيه هاي المسافه. هاي دائما الطلاب يغلطوها، مو دي اوفر 2، هاي دي. ليش دي؟ لانه هذا ون واي شير، التو واي شير دائما كنا ناخذ دي اوفر 2 هون الدي. فتشوف ال نوت ايش راح يساوي؟ ان هذه المسافه دي اللي هي ايش قدرتي؟ 460 67. بشوف ال نوت سهله صارت، ال نوت يساوي لي 4.5 متر ناقص 175، وصلت الى وتش الكولوم. اطرح منها الدي اللي هو ناقص 460 67. ايش اكثر عن ال نوت؟ طبعا هذا ايضا تشيك فور روف. روف طبعا هذه اذا كان مو روف كان هذا غير شكل يصير. ليش؟ انه العمود هناك راح يكون 600، حتى تصل الى وتش راح تمشي 300، يعني راح يطلع لك ال نوت شويه اقل. بس اشنو؟ كريتيكال هو الروف. يعني اكثر واحد ما امين هو الروف. ايش طلع هذا ال نوت؟ يعني هذا البوينت لا تنسون. طلع 3 امتار 3.8 5 8 3.6 3.86 هالشكل يعني؟ ايه 3.6 86 اوكي. معناته هسه اجي بس احسب البي، البي ايش راح يساوي؟ ملي متر واحد هذا المساحة في هذا لمتر واحد. عندي 20 في واحد في هذا الرقم في 3.86 ايش يطلع لنا في 1 واي؟ سبعة وسبعين بوينت اثنين. هذا الون واي شير. نجي هسه احسب الدي، الدي ريكواير ايش راح يساوي عندي؟ راح يصير عندي 6 في 77.2 على ايش قد؟ على 0.75 في تحت الجذر 20 او 30 في البي، البي هون ايش راح يكون عندي؟ 5 ملم الف، وهذا اذا لا تنسى ايضا تضربه في الف عشان يطلع لنا 112.7 معناته انا حتى لا يصير عندي ون واي شير، يعني حتى لا يصير عندي هذا الشير وهالمكان هذا يتكسر، بحيث على وجه العمود على مسافه دي وينفطر وينزل ياخذ العمود اللي معانا ويصير، والعمود اللي بعده ايضا ممكن يقطع بهالشكل. احتاج ايش قد؟ احتاج 113. هذا ايش قد؟ اقل من 400 وايش قد؟ 60 67 467 دكتور. ايه معناته ايش؟ سير فور ون واي شير باتجاه ايش؟ باتجاه بهذا الاتجاه. طبعا ايضا ممكن تاخذه باتجاه الاخر ايضا، لازم هون ايضا نشيك هذا الشير. هذا احتمال ياخذ هذا الكولوم مع هذا الكولوم يطلع نطلع النود باتجاه الفيرتيكال. هذه ايضا
ايضا نرجع اقول هذا للروف، بس ايضا هو سيف لانه الروف اخطر حاله، بقيه الطوابق ما تحتاج. واضح؟ ظل عندي ايش؟ ظل عندي من اعمل اخلص اعمل جدول واحد فقط، اعمل الجدول للروف، هذا الجدول اللي كنا حكينا عليه. فالمهم اشقد كان طلع عندي 1400 حسبناه. ألف وأربعمية وأربعين. لا غلطانين، شوف طلع عنا رقمين، طلع عنا 1411 بالبيت بالأسس بالروف. إيش طلع عني 1496. فأنا آخر بالروف أنا آخر بالروف 69 كيلو نيوتن لكل مكان. اخذ هذا الرقم واجي اقول هذا عندي لونج سبان اللي هو 9 متر وشورت سبان اللي هو 8 متر. اجي باللونج سبان عندي عندي هذا الشيء اسمه كولوم ستريب وهذا ميدل وهذا كولوم وهذا ميدل وهذا نيجاتيف هذا بوزيتيف هذا نيجاتيف هذا بوزيتيف هذا ارقام. ها ايش قد هذا الفاكتور راح يكون عندي 0.75 وهون ايش قد راح يكون عندي 0.75 هوني 0.6 هوني 0.4 بعد ايش فاكتور 0.65 هوني 0.3 هوني ايش قد 35 لا هوني ايش قد بس هذا 0.4 يمكن هذا 0.6 ايش قد 0.35 أنا ما قد أتذكر الأرقام هاي، إيش قد أخلي هوني 0.6 أنا أتذكر 5 لا أستاذ 0.35 واليما غلط 35 واليما هوني 0.65 طيب بس ثواني دكتور يا دكتور ايه قول اللي قدامه خليه يقول ايه دكتور اول وحده عليها 0.75 او 0.65 اليمة 0.6 على 0.35 جواتها ايه 0.25 على 0.65 0.4 على 0.35 0.35 نجي هسه ايش قد يطلع المومنت عندي بالنسبه لهذا لتسعة متر 1496 في 0.75 في 0.6 اطلع هاي الارقام ما مهمين طلعوها. المهم عندي بي لانه دائما تغلطون قيمه بي. عندي هسه اي عندي هسه 9 متر انا هسه اشوف كيف راح اختار قيمه البي العرض الستريك دائما اقيت وهمون بين الطلاب. نجي هذا عندي اشقد 9 متر انا اريد اشوف عرض هذا اشقد. نجي وهذا ايضا عندي 8 متر خلينا ناخذ اي مهم ناخذ 8 ناخذ اقل واحد نقسم على اثنين فايش هذا اقل واحد 9 و 8 4 فمعناته هذا 4 معناته هذا العرض مالت البي ايش قد يساوي 4 متر. شوف البعد وايش قد عندي هذا ايضا هذا البقى ايش قد هم 4 هم 4 باللونج سبان هذا راح يكون 4000 لانه نحن عم نحكي على منه على بي
بي يعني هذا العرض مالته يعني هذا العرض هذا هو البي اوكي البي نجي من ناخذ الكولوم ستريك هذا ايش راح يكون 4000 لين كولوم ستريك الفضله مالته ايش راح يكون عندي 5000 واضح البقية الحل عادي يمشون مثل ما هو طلعون هذه وطلعون اف سي برايم يحطون هذه تحسون ضلعتكم دي ايضا دي ما تنسون هون ما لكم دخل بالدروب دي ايش قد عندي 267 بس هون ايش راح يصير دي 257 ينطرح منه ايش قد ينطرح منه 16 إذا طرحونا منه 16 وقال يصير 251 ايه تمام استنى 251 تحسبون الباقي وطلعون القيم مالش سنة إذا تحسبون أي اسم مينيموم أيضا لا تنسون حتى وطلعون رو مينيموم أي واحد يطلع لك أقل من 0.2% قبل تهمل المومنت مالته ولا تحسب ولا تتعب مثل ما عملنا بالمحاضرات السابقة من خلص ترسم التسليح تيجي على 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 الكولوم ستريب ترسمه بهالشكل هذا بالاوتوكاد طبعا بمقياس رسم صحيح هذا 300 ملي هذا 200 ملي وهذا الكولوم مثلا خلينا نقول للروف هذا 350 اوكي بعدين ترجع تحط الحديد تسليح بهالطريقه تجي تقول هذا الاسفل راح يكون مثلا عندي خلينا نقول 10 هاشتاج او 16 هذا ستريت خلي الباقي البوزيتيف هذا الرقم هذا يعتمد على على ايش على الرقم اللي راح يطلع لك وين بالكولوم ستريت هذا هذا الكولوم ستريت بالبوزيتيف لانه ناخذ البوزيتيف هون ايش راح يطلع لنا هذا الرقم أخلينه هون على التسليح بعدين أوزع نفس الكلام الاتجاه الآخر أوزع أخشى أحتاج أديشنال أحط أديشنال وأقول هذا البي مالته إيش قد ذاته؟ 4000 إذا كان هذا بالاتجاه الإسبان الطويل والميدل ستريب أيضا البي مالته 4000 باتجاه 9 متر بينما بالاتجاه الآخر القصير راح يكون البي مالته اعرض اللي هو 5000 هسه انا خلصت اوقف التسجيل واسمعكم استاذ بالنسبه لحديد التسليح